نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء الهوائي مباشرة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا. أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي. نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتساب الذي يظهر لكم على الشاشة. شيخنا نأخذ سؤال تفاعل تويتر. نعم. سؤال التفاعل يقول: هل سبق أن ساهمت في إصدار كتاب ولماذا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه موالاه. أما بعد، أولا أنا حاب يعني أرسل أشواقي الحارة وتحياتي لإخواننا كلنا في معرض القاهرة، وكنت كم كنت أتمنى أكون معهم، لكن قدر الله ما شاء فعل، يعني صارت ظروف معينة ما استطعت معها أذهب، ولعل إن شاء الله حرارة الشوق تصلهم ونتواصل معهم، وأنا الحمد لله على تواصل مع بعضهم جزاهم الله خير من سواء المؤلفين أو بعض دور النشر جزاهم الله خير. لكن سبحان الله ولا تعيش الأجواء غير أنك تأتيك الأخبار، سبحان الله، هذا شيء وهذا شيء، وليس الخبر كالمعاينة، هذا شيء ثاني يا ولدي. الله يحيينا ونذهب مرة أخرى إن شاء الله تلك الأجواء الطيبة. أما السؤال اللي يقول هل ساهمت سبق ساهمت تصدر، المراد ترى المشاركة، يعني هل سبق أنه شارك أحد في طباعة كتاب، دعم مادي دعم معنوي، كان واسطة في طباعة الكتاب، إخراج الكتاب محله، تشجيع المؤلف حتى يطبع، سار نسق له مع دار دعمه، هو عرف به بعض الجهات المانحة بعض الأوقاف، المهم هذا القصد، لأن هذا يدلك على السعي، هذا إن شاء الله من مما فيه يؤجر فيه العبد بشرط النية الحسنة تكون. خلنا نسمع تجارب الأخوة نشوف. أخونا إسماعيل خياطي يقول: نعم ساهمت في ذلك، وإني أعمل على كتب لي منذ مدة، أسأل الله ييسر طباعتها. يعني كيف ساهم هو؟ يعني هو بالتأليف؟ هو يعني ألف ولا كيف؟ أنا ما قصدنا أنك من هل ألفت ولا ما ألفت، لا، هذا لعله يأتي سؤال وحده، يعني هل سبق لك التأليف كتاب أو لا، هذا حط ببالك ولدي عشان برضو نطلع على التجارب. لكن قصد المساهمة في إحياء كتاب بعد أن كان في أوراقه مرمي رسالة علمية كانت مهمشة، أو في أحضان الأدراج في الكليات أو غيرها، ثم هو يكتب الله على يديه إحياها وإخراجها وطباعتها من جديد، هذا القصد لنا. أخونا زيد الأنصاري يقول: أتممت منظومة كتاب حلية طالب العلم من 230 بيتة تقديم الدكتور سليمان عيوني، ولا أعرف كيف أنشرها، لعلكم تساعدونني. هذه فهم ساهمة، أحد يساهم معه طبعا. نحن ما قلنا مين يبغانا نساهم معنا. جزاه الله خير، جزاه الله خير. هذا برضو أيضا هذا يذكر أنه هو نفسه له عمل، وهو نظم كتاب حلية طالب العلم، وأما النشر ترى يعني بابه كبير واسع، أنا ما أدري أول شيء هو أي بلد، طبيعة ما يريد، ترى دور النشر لها شروط واعتبارات معينة في قبول ما تنشر شيء من ذلك، ولكن لعل يأتينا إن شاء الله في وضع موضع آخر إن شاء الله إرشادات للإخوة اللي يطبعون كتبهم بإذن الله. الأستاذة لولو تقول: سبق ونشرت بعض الفوائد من كتاب لطائف المعارف للبرجب رحمه الله من وضعه في شهر رمضان وشهر ذي الحجة كملفات PDF، ولكن لم يسبق لي نشر كتاب ورقي. أيضا يعني هذه شفت هذا، كنا نخشى أنه يفهم أنه هل ألفت ولا الله يسامحك يا إسلام. نحن كان قصدنا المساهمة في طباعة كتاب بإحيائه من مكانه اللي كان موجود ومهجور وشيء من ذلك، لكن شوف توجه السؤال كيف توجهت الإجابة كلها إلى ظن المشاركين جزاهم الله خير على أنه نحن نحاول أنه نستلهم بعض أعمالهم العلمية وماذا طبعوا وماذا فعلوا وشيء من ذلك، وليس هذا المرض القصد، ولا ترى تشجيع الناس على مسألة المساهمة في الطباعة. باقي سؤال بات مشاركة. عبدالهاب يقول: بحمد الله ونسق حاليا بين دار نشر وأحد المؤلفين لطباعة كتابه. جميل، هذا أصاب كبد الحقيقة السؤال، هذا هو
السعي في التنسيق بين دور النشر والمؤلفين ترى عمل صالح تحتبس الأنية يحتسب فيها العبد لله، لأنه سبحان الله يصير قد تكون لك وجاهة عند دور النشر أي كانت وجاهة أو قرابة أو صلة أو معرفة، وهذا المؤلف لا يعرف أحدا إطلاقا وبحثه يستحق النشر. نحن كلامنا الآن عمن يستحق بحثه أو كتابته وتأليفه النشر فتسعى فيه حتى ينتفع بها الناس، فحينئذ تسعى تكون رابطة الخير، تعرف هذا على هذا، ترى هذا ترى عنده كذا كذا، تبين له حاله مقامه العلمي، كتابه ما فيه من الزايا، وحينئذ يلتفت الناشر إليه. لأن غالبا إذا كان الناشر لا يعرف الباحث ويأتي له بكتاب جديد لا يدري ما هو ومصنف، غالبا هذا مثل المجاهيل، يعني كيف يمكن يقبلهم؟ لا يعرفه كشخص ولا يعرف بحثه كعلم ولا يعرف كذا، يحتاج إلى من يزكيه وشيء من ذلك. فالمقصود أنه إذا كنت تتوسط في ذلك طيب. كذلك لو دلالة السعي بالمساهمة المالية، مثلا بعض الناس أنا أعرف من بعض الناس من يأتي يقول أنا والله عندي 10,000 20 50,000 هذه توضع في طباعة الكتب، فينتقى له الكتب اللي ترى إما في تخصص يحبه يقول والله كتب السيرة النبوية مثلا، فيحاول أن يسعى في بعض الكتب المتعثرة وهي مهمة وجيدة، لكن لأن الدار ولا لأن صاحبة الدار ما عنده إمكانية ولا صاحبة ما عنده إمكانية يطبع، فيطبع مثل هذا الكتاب. الحمد لله. فأنا أقول من الحماس السعي في طباعة الكتب الله يتقبل. أنا أقول لو أنه الإخوة يساهم ولو بالقليل من المال في مسألة المساهمة في طباعة بعض الكتب المتعثرة في الطباعة، لكن لا تسأل نصيحة، يعني لا تسأل صاحب دار نشر، اسأل المؤلفين اللي هم أنت تعرف جودة علمهم، طباعة وكتب وإخراجها المساهمة فيها ممتاز، حتى لا يتكلف صاحب اللي هو صاحب الكتاب. وغالبا دار النشر إذا جاها من هو عنده مال الطباعة لا ترد غالبا، يعني في الغالب لأنه مكفول مشمول محمول، يعني ما في كلام، يبقى عليه مسألة التوزيع لا أقل ولا أكثر. نبدأ بسم الله. هذا ولدي عبارة عن بحث محكم، عندنا مجموعة بحوث المحكمة في السنة النبوية، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله السعدي وفقه الله أستاذ الحديث في جامعة الطيبة، هذا أحد أبحاث الترقية عنده، وهو بحث الذي لفت نظره إليه أن الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري انتقد شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لما ذكر في منهاج السنة ضعف حديث المؤاخاة بين النبي صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه، وضحت هذه الفكرة وتعجب ذلك منه، قصد أن شيخ الإسلام رحمه الله رجل عالم إمام حتى في علم الحديث ومعرفته بالرجال والعلل والروايات شيء كثير وليس بالقليل. فهذا شوف هذا الملحب، شوف هذا اللي احنا نقول للباحثين الذين دائما يستجدون طلب الموضوعات، يا اخي غلط، لا تستجد موضوعات، كل ما حن تجد بعض الكتب بعض الموضوعات في ثنايا المطولات في ثنايا الابحاث في ثنايا التعقبات الاستدراكات، استخرج منها بحث يصلح تكتب فيه وتستوعب الفكرة. هو جاء بعد ذلك لما استرعاه ذلك رجع لكلام شيخ الإسلام تيمية فجمع كلامه في منهاج السنة كامل عن موضوع المؤاخاة، كامل جمعه، فإنه في مواضع مفرقة وجمعه في محل، ثم أخذ حديث المؤاخاة وجمعه من الصنفين من كتب السيرة ومن الأحاديث النبوية، والأحاديث النبوية عندنا هو الأصل وهي الدراسة الحديثية عندنا الآن، فجمع الروايات والأحاديث وكاملة، ثم جمع كلام أهل العلم في الجرح والتعديل، ثم من قام بتصحيحه وهو كلام شيخ الإسلام ومن قام بالتضعيف، ثم حكم خارج بالأحاديث بعد ذلك بفوائد وأشياء جميلة، سمى بحثه حديث المؤاخاة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه دراسة حديثية نقدية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن ابن عمري ابن عبد الله الصاعدي وفقه الله. قدم كتابه بمقدمة لطيفة جدا فيها هذه المعاناة اللي ذكرت لك قبل قليل، لكن تقسيمه البحث هذا هو تقسيم البحث، قسم بحثه إلى هذه المطالب أو هذه الفصول. أما المبحث الأول فقد خصه بالكلام عن الأحاديث التي ورد في فضل علي رضي الله عنهم، ولا شك أن هناك أحاديث ثابتة، فهو قسم جاب إلى مطالب، أسباب كثرة الأحاديث فضائل علي، ما هي الأسباب، درجة هذه الأحاديث ما هي، الأحاديث فضائل علي مصادرها من أين تكون. المبحث الثاني هو ذكره وجمعه لكلام شيخ الإسلام تيمية في هذا الحديث بالذات، ما كيف يكون، قال في ذكر كلام شيخ الإسلام وجمعه، ومن ثم بعد ذلك من وافق شيخ الإسلام في
تضعيف الحديث المخاء، ومن وافق الحافظ الحجر في صحته. طبعا هو قال انه ابن كثير والذهبي وغيرهم جماعات وافقوا شيخ الإسلام تيمية في ذلك، واما من قبل ابن حزم اصلا انكر حديث المخاء هذا. اما الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول لم اجد احدا يعني قال بقوله كحديث علي بالذات، يا اما لكن وجد ما يتكلم عن موضوع المؤخاء عموما، لعليه وسلم اخى بين ابي بكر وعمر وبين فلان وفلان 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 وذكر هذا. وضحت الان الفكره؟ فتعقبوا شيخ نقصد المدينة بر هو اللي كان الأصل المنطلق، ها المخاء في المدينة التي حصلت أي المدينة. نعم. طب ثم بعد ذلك وهو هذا هو صلب الكتاب وعموده تخريج الأحاديث الواردة في هذا الباب، 16-18 حديثا، كل حديث لصحابي بدأ يجعله في مطلب خاص ويستوعب تخريج الروايات والطرق له والجرح والتعديل والكلام عنه وذكر من ضعف الحديث من الأئمة من النقاد وشيء من ذلك. ثم آخر شيء خرج إلى خلاصات ممتازة في الحديث يشكر عليها وأسباب عرج ذكر المؤرخين. طبعا هو خرج إلى فائدة جميلة جدا وهو أنه أئمة الفن من المتقدمين من الحفاظ لا أحد منهم يصحح حديث المخاء جملة وتفصيل أصلا، لا حديث المخاء ولا غيره أصلا، ويضعفون. وساق شيئا كثيرا في هذا الباب وفقه الله، والكتاب مطبوع من إصدارات دار الإمام مسلم بالمدينة. هذا سلمك الله أيضا بحث آخر، وهو قد وجد الثناء العاطر العظيم على الإمام مالك في شخصه وعلى موطئه في هذا المؤلف بالذات يعني. فهذا استرعاه إلى أن يذهب ويتلمس أسباب الثناء العاطر هذا، وخاصة يقول الموطأ الإمام مالك اشتغل عليه أهل المذاهب كلهم أصلا، كلهم يحتفون به وكلهم ينقلون وشراح ومعتمدين أشياء كثيرة في هذا الباب. فهذا جعله يتتبع تراجم الإمام مالك. ثم بعد ذلك جعل البحث في موطأ مالك يتعلق بما أثره في من جاء بعده، وسمى بحثه أثر الإمام مالك رحمه الله وموطئه على الصحيحين وسنن أبي داود والترمذي، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن ابن عمري ابن عبد الله الصاعدي وفقه الله. أما المبحث الأول أو الفصل الأول طبعا تكلم عن ترجمة للإمام مالك رحمه الله، وهذا شيء معروف يعني. ثم بعد ذلك هذا هو الفصل الأول، خصله بقوله أثر الموطأ العام على أحاديث الكتب الستة عموما، فهو ذكر الأثر العام ثم عندنا أثر خاص عندنا بعد ما قدمت بمقدمات. شوف ذكر الأثر العام على الكتب الستة، ما هو الأثر العام ناحيته؟ طبعا جعل تحتها مبحثين، أثره في أسماء الكتب المودعة داخل هذه المصنفات، أثره في جمع حديث الأحكام. ثم بعد ذلك الفصل الثاني الأثر الخاص، واختص بالدراسة الناحية الحديثية الصناعة الحديثية والصناعة الفقهية، وبدأ يتكلم حين أو بدأ بالصناعة الحديثية واجعل تحته مطالب أو مباحث، كل مبحث أو مطلب تحته فروع، مثلا عناية مثلا البخاري ومثلا العناية بإخراج حديث العالي حديثه العالي الموصول، عنايتهم بإخراج حديثه الموصول ولو بنزول، عنايتهم بتقديم حديثه على حديث غيره. تخيل يعني هذه أشياء بأمثلة يأتي بالأمثلة وقس على هذا. ثم المطلب الثاني حرصهم على إخراج ما أخرجه الإمام مالك رحمه الله من غير الموصول، ماذا يفعلون؟ وصل لمراسيله، وصل لمقاطيعه، وصل لموقوفاته ولبلاغاته، اشتغلوا على هذا ووجد في هذا في هذه الكتب. ثم بعد ذلك أثر الصناعة الفقهية، يبدأ أثرهم في الفقه الذي كان مستنبطا للإمام مالك في الموطأ، وكيف أنه انتقل إلى هذه الكتب وفقه الله. والكتاب مليء بالأمثلة، شوف هذه الأمثلة التي هي محل التبيان، لأنه هذا شوف ينقل رواية مالك ثم ايش يقولون وأين هي المحل وماذا ومن وافقه قريب بلفظه أو قريبا من لفظه وشيء من ذلك، حتى بعض ما جاء من المعنى الحكم الذي بعض المعاني يأتون باللفظ النبوي المرفوع فيه وفقه الله. الكتاب الإصدار الإمام مالك الإمام مسلم موجود في الصحيحين والسنن من المذكور عن الإمام مالك كله موجود في الموطأ أو بعض الحديثة رواها الدراسة عن الموطأ الآن دراسة موطأ فيه بلاغات وموقوعات وأشياء مقاطيع مشهور معروفة أيضا، هو هذا الدراسة عن من كيف استفاد هؤلاء الأئمة منه وكيف أغرفوا من موصولي ومراسيلي ومقاطيع وبلاغاتي وكيف فعلوا وكيف استفادوا أيضا من استخراج الأحكام الفقهية الصناعة الفقهية التبويبات التي حصلت عند الأئمة رحمة الله عليهم جميعا. هذا أيضا بحث آخر، وهو جاء إلى حديث يقول منتشر بين الناس انتشارا كبيرا جدا،
لكن عندنا مشكلتين، مشكلة في الحديث ثبوتا وعدما، ومشكلة في التطبيق. أما في مسألة الثبوت، هو جعل محل الدراسة هنا الحديث هل يثبت أو لا، وهو الحديث المعروف أدي الأمانة إلى من أتمنك ولا تخم من خانك. وقال هذا الحديث الناس كلها تحفظه، ترى الحديث هذا هو الإشكال، هل هذا الحديث يثبت أو لا. ثم بعد ذلك عندنا ما المعنى المترتب عليه، فإن عمل جمهور الفقهاء على خلاف على ما يؤدي هذا المعنى. فجمع هذا البحث الذي سماه حديث أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك دراسة حديثية فقهية يا أخينا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور عبد الرحمن ابن عمري ابن عبد الله الصاعدي وفقه الله. طبعا هو في هذا الحديث أراد أن أول شيء أول ما خلص إليه مسألة الحكم على الحديث، فجعله يجمع الروايات التي في الباب، وهي ست روايات أو روية من ستة أوجه، خمسة منها من المرفوع عن خمسة من الصحابة، كل واحد منهم تكلم عنه وعن الطرق المودة إليه، جمع طرقه والكلام عليه جرحا وتعديلا في على ناحية. ثم بعد ذلك السادس كان من مراسيل الحسن وتكلم عنه. ثم بعد ذلك الذي هو يهمنا الآن، بعد أن خرج وذكر كلام العلماء جرحا وتعديلا والحكم على الحديث، عرض إلى الاستنباط عام لفوائد عامة يعني من الحديث، لكن عقد مبحثا خاصا لموضوع مهم، وهي مسألة الظفر. هل لو أجد الإنسان ماله عند من غدر به أو خانه أو أخذه ظلما أو اغتصبه، هل يجوز له حينئذ أن يأخذ يسترد ماله منه أو لا؟ وضحت هذه مسألة الظفر مشهورة جدا، وساق الأقوال في ذلك يعني معروف هي ثلاثة أقوال مشهورة، وهو قد خلص إلى ترجيح مذهب الجمهور القائلين بجواز ذلك، شرط أن يأمن أن يعود عليه بالضرر أو الحيف أو شيء من ذلك، ولا أن يأمن أن يحيف هو بحيث ما يأخذ زيادة عن حقه، لأنه يقول بعض مما صنعه بعض الناس وعامة الناس صاروا يأخذوا حقهم وزيادة يقول عشان يتأدب، وهذا ما في تأدب، هذا ماله لا يحل لك الزائد. أما الذي أخذته لأجل أنك ترد حقك هذا هو طبعا جوه طبعا ها من الأشياء الطيبة. ما الجواب عن هذا الحديث لو عند الجمهور القائلين بالجواز؟ فهم قالوا لا يسمى من أخذ ماله ممن غدر به وأخذه غصبا لا يسمى خائنا أصلا. فقال لا تخن من خانك، لا تتبع بالخيانة، آسف لا تخونه بأخذ زيادة بهذه الطريقة، أو يقول حملوها أيضا على الدلالة على مكارم الأخلاق وشيء من ذلك، هذا مثل الدلالة على العفو والصفح عند السيئة، وإلا مجازات الإنسان لمن أساء إليه بمثلها سيئته أصلا مقرر في الشرع عندنا، وشيء هذا شيء معروف أصلا. وفقه الله، الكتاب من إصدارات دار الإمام مسلم. هذا سلمك الله أيضا بحث آخر له، شارك في أحد الدورات العلمية أو الندوات أو المؤتمرات العالمية في التي فيها شيء من الدفاع عن سنة سلم، وكيف وما هي الوسائل والأساليب في الدفاع عنه صلى الله عليه وسلم، في الموجة التي مرت تذكره سبقت من الساخرين به صلى الله عليه وسلم قطع الله شانئهم. فهو مما من الأبحاث التي شارك فيها هذا البحث، وهو بعنوان الحوار وأثره في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم من خلال دلائل نبوته، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عمري بن عبد الله الصاعدي وفقه الله. وهذا هذا البحث أراد به تجلية كيف أن الحوار في مع هؤلاء الخصوم كيف يؤثر فيهم، لكن ما الذي ينبغي أن يعني نستعمله معهم في هذا الحوار. قال فإن هؤلاء لا يأتون معنا إلى 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 انصياع يعني إلى إلى كلام من كتاب أدلة القرآن والسنة. فهو ماذا فعل؟ قسم الكتاب إلى مباحث، البحث الأول جعله في تبشير الديانات السابقة به صلى الله عليه وسلم، ذكر التبشير في الكتب السابقة وذكر التبشير في غير الكتب السماوية أيضا ماذا ورد، ثم جعل مبحثا خاصا في كلام المنصفين للنبي صلى الله عليه وسلم تحته مطلب في كلام الذين كانوا معاصين له من ملوك وغيرهم، ومطلب في من جاء بعده أيضا بعد عصر الرسالة. ثم بعد ذلك الثالث عندنا معجزاته وتكلم عنها وكيف تفيد في الحوار بإثبات نبوته وعظيم شريعته. ثم بعد ذلك أثره صلى الله عليه وسلم على أمته، وذكر الآثار الدنيوية والآثار الدينية. والكتاب بحث لطيف، هو بحث أصلا بحث لطيف من إصدارات دار الإمام مسلم. هذا سلمك الله أيضا بحث آخر، وهو بحث مطروق في كتب المصطلح ومعروف ومشهور، لكن أيضا ولدي له علاقة كبيرة في علم الأصول وعند الأصولين أيضا مطروق، والكلام بين الأصولين وبين أهل الحديث في كثير من القضايا المشتركة معروفة، وإن كان حين تتغير الأنظار. هذا مثل
طرقم لبعض المسائل بعض الأصول يطرقون مسائل هي عند أهل التفسير يطرقونها، لكن تجد نظرات مختلفة ومغايرة بعض البعض. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عمري بن عبد الله الصاعدي وفقه الله في هذا البحث أراد أن يأتي إلى قضية مهمة، يقول المشكلة عندنا حدث توسع في الباب، وهي الأحاديث التي هي موقوفة على الصحابة ويثبت إسنادها إلى الصحابي، لكن هذا الحديث مما لا مجال للرأي فيه وليس للاجتهاد إليه طريق. هل هذا يكون له حكم مرفوع فيقال أنه من السنة فيحتج به على أنه حديث مرفوع، أو لا يقال به؟ وضحت الآن الفكرة؟ نعم. طبعا هو هذا من القضايا التي أحتاج فيها أن يحرر محل النزاع. سمى بحثه ما له حكم الرفع من أقوال الصحابة مما لا مجال للرأي فيه، دراسة نظرية تطبيقية، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن ابن عمري ابن عبد الله الصاعدي وفقه الله. قدم بتحرير محل النزاع وذكر الصور التي هي خارج عن حدود البحث، لأنه قال الذي هو محل الاجتهاد أو له الرأي فيه شيء، قال هذا أصلا يخرج معنا. وذكر أيضا من شروط في عند من قبل أن له حكم الرفع أنه لا يكون ممن تأثر وأخذ عن أهل الكتاب، وذكر بهذه الطريقة بدأ يميز لك أين نقطة الخلاف بالضبط، وبدأ يتكلم عن هذه الأبحاث. خلينا نروح الفهرس مباشرة لأن الفهرس أحيانا يكون أسهل في الوصول للمعلومة. بدأ يتكلم هذا المبحث، هذا إن شاء الله الفهرس يبالي الإخوة. المبحث الأول خصله في الدراسة النظرية لهذا القسم، وهذه ما أطال فيها، حرر فيها الكلام ونقل من كلام أهل الحديث والأصوليين ما فيه تقرير الكلام لأنهم يقبلونه أصلا، لكن المكان التطبيقي بعد ذلك ساق عددا من الأمثلة من الأحاديث التي قيل فيها أن لها حكم الرفع. ساق 11 حديثا كما ترى، كل حديث يذكره أو شيء يذكره، ثم بعد ذلك يذكر من قال من العلماء والأئمة بأن له حكم الرفع ومن نازعهم في ذلك. والكتاب بحث لطيف، لكنه الحقيقة هذا البحث بالذات كناحية تطبيقية يستحق الجرد من كتب السنة، بحيث أنه يستخرج من كتب السنة ومن كتب الخلاف العالي ما ومن كتب الاحتجاج ما يقال فيه، ما قيل فيه له حكم الرفع، ومن الشروحات أيضا حتى من التفاسير المطولة اللي فيها نقولات عن السلف، يصلح هذا جمع، بيصلح رسالة علمية بحيث يجرد مطولات ويخرج لنا، وتدرس هذه الأمثلة دراسة استيعابية، تطلع معك كم ما طلعت أي ما كانت، وتدرس هل هذا فعلا يصدق وأنه له حكم الرفع عليه أو أن المنازعة فيه قوية فلا يصدق شيء من ذلك. الكتاب من إصدارات دار الإمام مسلم. شيخنا أظنكم عرفتم رسالة يعني نفيسة في الباب، هي المفروض حكم للدكتور عمار الصياصنة. صحيح سبقنا. نعم نعم، استاذنا الشيخ مداخله. نعم. معنا الدكتور عبد الرحمن بن عمرو الصاعدي استاذ الحديث بجامعه الطيبه، حياك الله دكتور عبد الرحمن. حياكم الله يا اهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. على هذا البرنامج القيم وعلى هذا الاستضافه الكريم، حياك الله دكتور عبد الرحمن. نود ان تحدثنا عن كيفيه انتقائك للابحاث او العناوين تكتب فيها، وكم اصدار خرج لك حتى الان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وبعد الانتقاء يعني أنا أنظر للمسائل التي هي بحاجة إلى البحث ولم يسبق لها إفراد أو تحرير أو ما يحتاج إليه الناس في حياتهم الخاصة والعامة أو يكون فيها لبس. هذه الثلاث المحاور هي الأساس في اختيار الأبحاث. أما موضوع طرق وأشبع الكلام فيه ففي الغالب أنني لا أبحثه لأنه تكرار يكون لا فائدة منه. وبالنسبة للموضوع اللي طرحه الأستاذ عبد الله ما له حكم الرفع، في الحقيقة أنا أردت أقدم هذا الموضوع رسالة دكتوراه في جامعة أم القرى ما شاء الله، واقترحته على الدكتور وصية الله عباس ونصحني بالابتعاد عنه، قال لي أن هذا مجال كبير جدا يضيق عليك الزمن وأنت ما انتهيت منه. أي صحيح، وتركته وخليته بحث الترقية واختصرته في هذا الجزء كقاعدة يحتاج إليها المحدثون والفقهاء والأصوليون والمفسرون وأهل العقيدة والحديث. أحسن، فكل هذه العلوم تحتاج إلى هذا البحث. صحيح صحيح. شيخ عبد الرحمن مساك الله بالخير. يا هلا وسهلا، نحن الليلة سعداء بمداخلتك معنا ونتشرف أنك مداخل معنا، الله يرضى عنك وسلك. هذه فرحة، الله يرضى عنك
وهذه والله أنت أسعدتنا بهذه المعلومة، يعني كلامي في محل الحمد لله، لأنه فعلا التطبيق كثير. محل جزاك الله خير. أي سبحان الله. طيب ليته صار ربما ضاقت كمدة الرسالة، ليتها قسمت مثلا بين باحثين، أو شيخ تجعله مشروع لك أنت يعني في التتبع، هيصير مشروع أنا ممتاز. أنا حقيقة جربت الأبحاث المشتركة. أيوة أيوة. فوجدت أن حقيقة الفائدة منها غير مرجوة صراحة. يعني أنا في جامعة أم القرى لي تجربة في كتاب إصابة لتلميذ الصحابة. أيوة أيوة. قدمته كتحقيق وتعبت في المخطوطات ورحلت إلى مصر جيت بالمخطوطات، ولكن يعني ولا مؤاخذة العمل كان متباين جدا. صحيح. والكتاب أصبح بيس الرفوف. طيب يا شيخ. يعني وصلنا حوالي 15 طالبا وطالبة ولم يحقق. الله المستعان. ولهذا بعد ذلك تركت العمل المشترك لأنه طيب. يبقى حبيس الرفوف. الآن عملك على الإصابة هي الماجستير والدكتوراه يا شيخ؟ ماجستير. والدكتوراه؟ الدكتوراه لذلك أخذت كتاب مستقل اللي هو منهج الحافظ المناوي في كتاب الفيض القديم وهو مطبوع أيضا. لا وسبق عرضناه يا شيخ، هذا سبق أن عرضناه ترى كتابك هذا الحمد لله. نعم نعم. طيب يا شيخ لماذا الغلاوي سبب عنايتك بشيخك دون مشايخك الباقين؟ والله الشيخ أول شيء يعني أساس لا يغضب علينا إخواننا الشناقطة يقال هم يقولون القلاوي بالقاف. القلاوي. طيب طيب بالقاف. والشيخ أنا سألته رحمه الله فقال القلاوي. جميل. لأن جميل. حقيقة هذا الشيخ الذي استفدت فيه علم الحديث خاصة. ما شاء الله ما شاء الله. الله يغفر ويرحم. الله يغفر ويرحم. يعني أنا أصلا تخصصي كنت في كلية الشريعة والجامعة الإسلامية، وعندما علمت بعلم الشيخ انقطعت إليه. يعني يعني أنا ظنيتك شيخ أنه أوصى لك، لأنك ما شاء الله تكاد تستوعب. أنت تقول أنه كل رسالة وخرجت تقريبا 14 رسالة تقريبا. تقريبا ما بقي إلا رسالة منظومة في إشكالية. صحيح. لأن النسخ كثيرة وفيها في النظم فيها بعض الأخطاء لم أستطع حلها، ما بقي إلا هذه الرسالة فقط، وبقي الشيء الآخر من تراثه وهي تعليقاته على الكتب. أيوة. وهذه أعظم وأهم. طيب وين وصلت؟ أعمل عليها تعليقاته على سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه، والجزء من مسند احمد كان مطبوع على فتح الباري كاملا ما شاء الله، وعلى صحيح مسلم وعلى التمهيد وعلى فتح المغيث. هذه كلها اعمال يسر الله ان شاء الله اخراجها. طيب يا شيخ في حديث المؤاخاه انت ذكرت انك جمعت استوعبت الطرق، حتى يقول بحث صار طويل عندك فاختصرته في اللي خرج هذا. هل ما. هل سنرى البحث المطول مطبوعا ان شاء الله؟ والله الاختصار يعني قد يفي بالغرض. لكن أنا حقيقة اعتنيت بجميع الأحاديث الواردة في فضائل علي رضي الله عنها. جميل. وخاصة اللي كان فيها مشاحنة. جميل. التي يعني اتهم بعض الناس شيخ الإسلام بن تيمية بالتشدد. أيوة أيوة. وأفردت هذا في بحث سيأتي الحديث عنه. جميل. وجمعت كل الأحاديث وخرجتها. أحسنت أحسنت. حديث رد الشمس وحديث أنا مدينة العلم وإن كان سبقت لها لكن أختصر فيها حوالي. طيب. أكثر من 12 حديثا. أنت ما ذكرت شيخ كم إصدار لك حتى الآن المطبوع؟ يعني المطبوع أيوة. يعني تعرف المطبوع يقسم إلى قسمين، تراث الشيخ عندكم موجود. نعم. حوالي نعم. 14 رسالة. نعم صحيح. وهذه الخمسة وفي أبحاث المستقبل إن شاء الله ستخرج قريبا 7 رسائل مستقلة. طيب هيا ما دام جيت لهذا بشرنا كذا بعض العناوين الحلوة كذا عشان نستفسر. العناوين في البحث الأول مقدار الوقت بين الأذان والإقامة في ضوء فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله جميل. أحسنت. وهذا السبب فيه ما ينادي به كثير من الناس إلى أن هناك مبالغة في إطالة اتساع الوقت بين الأذان والإقامة إلى 20 و25 دقيقة. نعم نعم. فأنا أثبت في هذا البحث. أيوة. من خلال فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الله وسلم. أنه كان يعني الطريقة التي فعلها فضيلة الشيخ السديس حفظه الله في البينك في الحرمين أن 10 دقائق يبدو أن هذا هو الذي كان عليه فعله عليه الصلاة والسلام. ما شاء الله. وليس معنى هذا أن 20 دقيقة والخمس وعشرين دقيقة أنها خارجة عن السنة. لا. صحيح. صحيح. لكن أنا أتكلم عن فعله عليه الصلاة والسلام. أحسنت. ولهذا يوم جاءت جائحة كورونا اضطروا إلى تخفيض الوقت. صحيح. إلى 10 دقائق. صحيح صحيح صدقت. أحسنت أحسنت. أنا درست هذه المسألة وأفردتها في جزء. هذه الرسالة الأولى. الثانية. والرسالة الثانية في موضوع الأحاديث الواردة في جمال المرأة. في جمال المرأة. يعني كثير من الناس يفهم حديث تنكح المرأة لأربع. أن الجمال يعني غير منظور إليه. فأنا أثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث ومن الكتاب والسنة
إلى أن الجمال مطلوب وأن الله. غالب نساء النبي صلى الله عليه وسلم ومن عقد عليهن جميلة. كل جميلات بعد طبعا سرقة هذه يا شيخ أول نسخة أرسل لي إياها كذا على الخاص على طول صعبة شوي طيب والثالث والآية الكريمة لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو عجبك حسنهن صحيح وهذا الذي ذكرته فيما سبق أنني أنظر إلى ما يحتاج إليه الناس لأن مع الأسف أن كثيرا من الناس الذين يتهافتون على ما عند الغرب يظنون أن الشريعة الإسلامية لم تهتم بهذا الجانب الله المستعان طيب العنوان الثالث يا شيخ العنوان الثالث بيان خطأ من وصف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالتشدد في قبول الحديث وهو الذي ذكرت أنا قبل قليل كلام الحافظ ابن حجر أنه قال ورد في رد على ابن مطهر أحاديث بأسانيد جياد تمسك بها بعض أهل العلم صحيح فلمزه صحيح. شيخ الإسلام ابن تيمية بالتشدد جزاك الله خير فأثبت في هذا البحث أن ابن تيمية رحمه الله لم يكن متشددا إطلاقا وأن الله. هذه العبارة التي اتكوا عليها لا تدل على مقصوده بيض الله وجهك وبينت هذا من خلال السيرة العامة والخاصة لابن تيمية جزاك الله خير في توسطه في الفقه وأن ما أكرمك أنه الله. يتبع الدليل ولا يتبع أحد وأنه رد على الحنابلة وعلى أهله وهذا كله دل على توسطه أحسنت الرسالة التي بعد هذا أربع قواعد مهمة في فهم السنة مسألة إحضار الصبيان للمسجد نموذجا ما شاء الله. ذكرت أربع قواعد وطبقت هذه القواعد يعني جعلت نظرية تطبيقية على مسألة إحضار الصبيان للمسجد لأن كثير من الناس إذا يأتون المساجد بصبيانهم يتركونهم يرتعون ويلعبون ويشوشون على المصلي إذا سألتهم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم جاء وحامل أمامة نعم صحيح لكن إذا جئنا كان يحمل أمامة وإذا ركع وضعها وإذا قام رفع لماذا لا يتركها في المسجد إذا استدلاله في غير محله صحيح صدقت هذا الفقهاء قالوا يعني الصبي الذي لا يكف عن اللعب ما ينبغي إحضاره للمسجد أحسنت جزاك الله خير وبينت في هذا البحث أكرمك يعني جماعة الدراسة النظرية وبينت أيضا هذا بيض الله وجهك مشكور دكتور عبد الرحمن على هذه المداخلة الكريمة الله يبارك فيك الله يحفظكم كان مع الدكتور عبد الرحمن بن عمرو الصاعدي أستاذ الحديث بجامعة الطيبة نشكره على هذه المداخلة نسألك شيخنا فاصل نعم فاصل أعزائي المشاهدين ونعود إليكم بإذن الله نتوق إلى العلم من نبعه حادث مروع وكوارث مؤلمة هذا ما يقع كثيرا نتيجة الإهمال وعدم الإتقان فالإتقان هو المعيار الحقيقي للمفاضلة بين الأعمال وهو ركيزة التقدم والبناء الحضاري ومطلب شرعي للفوز بالدنيا والآخرة لذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه وليس الإتقان مقصورا على عمل دون آخر فهو مطلوب في أعمال الدنيا والآخرة معا قال وهيب بن الورد لا يكن هم أحدكم في كثرة العمل ولكن ليكن همه في إحكامه وتحسينه فإن أحدكم قد يصلي وهو يعصي الله في صلاته وقد يصوم وهو يعصي الله في صيامه ويمكن تحقيق الإتقان ونشره في المجتمع بالعديد من الوسائل منها غرس معاني تقوى الله تعالى ومراقبته في النفوس تفعيل المحاسبة على التقصير والإهمال تكريم المتقنين من مؤسسات وأفراد وإبراز مجهوداتهم والإشادة بأعمالهم ومنتجاتهم العناية بالناشئة من خلال تدريبهم وتحفيزهم على إتقان جميع شؤونهم الاستفادة من تجارب وخبرات الآخرين والتزام معايير الجودة في المجالات العملية والصناعية إبراز القدوات الحسنة التي تتميز بالإتقان والجودة في المجتمع المسلم القيام بحملات إعلامية ودعوية لتأكيد مفهوم الإتقان والتميز وتبقى مراقبة الله تعالى هي الحافز الأكبر والداعم المؤثر في القيام بالعمل والحرص على إتقانه قال تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين نتوق إلى العلم من نبعه
ونجني ثمار. حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نجد الترحيب بكم شيخنا الغالي. اهلا وسهلا، حياك الله وياك. نواصل شيخنا بدلا من عرض الكتب. نعم نعم، هذا سلمك الله كتاب اراد به النصح للخطباء عموما، اخونا الحبيب فضيله الشيخ الدكتور عبد الرحمن ابن عمرو الصاعدي وفقه الله، وانا ولادي والله هو خطيب ولا، لكن واضح انه صاحب تجربه يعني الظاهر كذا والله اعلم، الف هذا الكتاب سماه ايها الخطيب. فالكتاب كله كيف نرتقي بالخطباء والخطبة حتى تكون مؤثرة في صناعة في توجيه الأمة الإسلامية، هذا القصد الآن عندنا. ساق في المقدمة أشياء من أن الخطبة هذه كم من أهل الغرب يتمنون من المفكرين والفلاسفة عندهم، وأنها نقلة حقيقية في تقويم المجتمع. طبعا قتل قدامه إلى ثلاث فصول، فصل خصه أولا بالخطبة وتعريفها والمراد بها وأشياء من ذلك، أما الفصل الثاني وهو تعنى له فهو تكلم فيه عن آداب ينبغي يتخلق بها الخطيب نفسه وصفات، ذكر 9 من الآداب، كل أدب منها أو صفة خصها بمبحث من الباحث وتكلم عنها تفصيلا، والفصل الثالث خصها أشبه ما يكون بمنطلقات أو أصول أو قواعد لا بد من مراعاتها في إذا أردنا ضمان جودة الخطبة، وذكر كل واحد منها في مبحث، مثل العناية بخطبة الجمعة، موضوعات الخطبة كيف ينتقيها، الحصول على التأصيل العلمي، العناية بالنصوص، وانتقص على هذا حتى تكلم آخر شيء فيها مسألة الدعاء في الخطبة كيف يكون، هل يطول ما يطول على ماذا يذكر، هل ورد في السنة شيء أو شيء، كلام بعض العلماء حتى قال ذكر خلاف فيه وشيء بهذه الطريقة. وفقه الله، والكتاب لطيف من إصدارات دار النصيحة. هذا سلمك الله الكتاب الذي أشار إليه وهو ترجمته لشيخه العلامة الشيخ عبد الرحمن شيخ محمد أحمد محمد أحمد بن عبد القادر الغلاوي الشنقيطي رحمه الله، توفي عام 1418 عن ما شاء الله فوق 90 سنة كان عمره رحمة الله عليه، وقد كان قدم إلى المدينة وعاش فيها عقودا وسار له طلابا ودرس هنا وهناك في مناطق المملكة، فذهب في الشرقية وهنا والمهم درس في مناطق وسار له طلاب. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عمري بن عبد الله الصاعدي وفقه الله كان طيب، كان تلميذه الملاصق له، وحتى أنه خصه بأشياء وحتى أنه سنسخ بعض الرسائل بيده له وقرها عليه وشيء من ذلك، فهو كتب هذه الترجمة خاصة يقول فيما رأيت منه في مدة، يقول ملازمة لها يقول مدة طويلة، ثم في بعض ما سمعته منه، ولا شك أن الذي فاتني يقول كثير ويحتاج إلى جمع، لكنه جمع طيب. هذا الولد يشوف كتاب مليء بالأشياء التي عاينها من قصص من رؤى من أفكار له من اقتراحات من أشياء من نقد لكتب لأشخاص ممتاز، يعني هذا ما سمعه مثل مدونة عنه، كان مثلا سماها العطية الإلهية في الترجمة الغلاوية. طبعا الغلاوي العلامة الشيخ عبد الرحمن محمد أحمد ابن عبد القادر الغلاوي الشنقيطي رحمه الله، متوفى عام 1418، كتاب لطيف جعله مراحل الحياة، وتكلم هذا تقسيماته لما جعل في أول المقدمة تكلم هذه هي الفقرات التي أشبه ما يكون مثل المباحث أو الفصول سيستوعبها في الكلام عنه، بداية من مولده واسمه ونسبه ونشأته وأين وشيوخه وتلاميذه وانت ماشي، ثم القضايا الأخرى المهمة اللي فيه تأتي بعده إلى مسألة لقاء العلماء، لقاء الخصوصية التي كانت بينه وبين سماحة الشيخ العلامة الشيخ عبد المباز رحمة الله عليهما جميعا، وتكلم عن فقهه عنايته بالحديث عنايته كذا بالتدريس وحفظه وشيء من ذلك، والكتاب لطيف من إصدارات أنا الحقيقة ما شفت هذه الدار ما ليس لها يعني دار مصدرة، لعله طبعه الناشر على حسابه من أراد يتواصل معه ومع الشيخ. هذه يا ولدي هذه المجلد مجموعة 7 رسائل، هو سبق أن أخرج للشيخ الغلاوي العلامة غلاوي 7 رسائل وعرفنا بها، هذه 7 أخرى مجموعة 14 لكن جمعها في مجلد وهو فعل حسن، أنا حتى وصل الشيخ هو نفسه أبحاث المحكمة يجمعها في مجلد، وهذا أفضل من تفريقه بهذا الطريقة لما تجمع في مجلد واحد. سماها المجموعة الثانية من سلسلة الرسائل للمحدث العلامة محمد أحمد ابن عبد القادر الغلاوي الشنقيطي الفقيه المدني رحمه الله، متوفى عام 1418. هذه هي الرسائل 7 التي هي محله عندنا اللي هي محل الدراسة عنده والمدارسة، وهذه الرسائل كلها أخرجها عن نسخ خطية، بعضها بخطه هو الشيخ عبد الرحمن بن عمري الصاعدي مثل الرسالة الأولى، والبقية كلها بخط المؤلف أو بعضها على نسخة وبعضها على نسختين، وذكر نماذج منها وذكر تفصيل كل نسخة وكل كتاب. هذه هي الرسائل التي هي محل الطباعة عندنا، الأولى كانت بعنوان تأنيب
المحامي الجاني على دولته انتصارا للشيخ التجاني. وهذه رسالة لطيفة، هذه أصلا صاحبها أحد ذكر اسمه ألفها في ألفها في الرد على سماحة الشيخ رحمه الله الشيخ عبد العزيز بن باز، لما كتب لما أظهر كفر عقائد التجانية أو ما عليه التجاني من عقائد كفرية، فهو ذكر أنه هذا كفر الشيخ بن باز في هذه الرسالة أيضا. فالشيخ الغلاوي رد عليه وقال لو أن التجاني ما كفروا الشيخ بن باز وحده، قال علماء شنقيط عندنا كلهم يكفرونه، وذكر من علماء شنقيط والمؤتمر الذي عقدوه، ثم هذا من نتائج المؤتمر ذهبت إلى بعض العلماء في البلاد الأخرى وأقرهم عليها، فساق الرسالة كاملة حول هذا الكلام. خذ نفس شيخنا على راحتك. الحمد لله. هذا اللي بعد الرسالة التاسعة، تنبيه الأريب على ما عليه بعض طوائف المتصوفة من الجهل والأكاذيب. هو يقول ما سماه بهذا، سماها المحقق أخونا الحبيب الدكتور عبد الرحمن بن عمري الصاعدي وفقه الله. بعدها الرسالة التذكير بمنهج أهل السنة والمعرفة والتحذير من طرق أهل البدع والزعنفة، كذا كذا ضبط الزعنفة قال. يعني تمدني بالماء شيخنا. الله يجزاك الله خير. شيخنا إبراز يعني التلميذ مؤلفات شيخه وعنايته بتراثه، هذا من البر به، وهذا يحتاج يعني شوف بعض المشايخ المغمورين لهم علم واسع وفضل كبير، ولكن ما يعرفهم إلا أفرط قلائل. يعني هذا كثير من طلاب العلم ربما جاءوا المدينة وجاءوا إسلامية وخرجوا منها ولم يسمعوا بهذا العالم الغلاوي. واصل الله يحفظك. والشيخ يثني عليه يقول من المحدثين الكبار الذي استفاد منهم كثيرا، فهذا يعني ينبغي ينثر تراثه وينشر بين طلبة العلم حتى يعم نفعه. نعم الله، أن الله تعالى يسر لعالم من يقوم من تلاميذه وأصحابه من ينشرون علمه من بعده، هذا من نعم الله. أنا والله ظنيت صراحة أنه أوصى له أو أوصى له بكتبه، تخيل أخرجها كلها كاملة، يعني ما بقي نظم، يقول نظم قص صغير كذا، وسيأتي إن شاء الله طبعا. اللي بعدها تنبيه النابه ذي السداد على ما شاع وذاع في هذا الزمان من فساد، وهو رد نظر عن المتصوفة ومهم عليه. اللي بعد الرسالة جلب الأدلة والنقول على بطلان دعوة وجوب اعتقاد ما ليس من في الأصول، وهذا رد على من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أصل الكائنات، وهو هذا الكلام غلاة المتصوفة معروف مشهور الكلام، ورد عليهم. اللي بعد الرسالة سلم الصعود إلى معرفة المعبود بالدلائل التي يعرف بها المعبود، وأن من جهلها ليس له أصل معبود، وهذا في قضية الإيمان وحقيقة الإيمان وما ينبغي وما بماذا يتحقق الإيمان، وتكلم عن الصفات وشيء من ذلك. وأما الأخيرة فهي لائحة لمن أراد أن ينظر فيها ممن هو أهل النظر في مثلها من عالم بالأدلة ووجوهها لا جامد وجاهل بماهيتها، ما شاء الله بعلم طويلة. وهذا رد على أشاعرة القائلين بوجوب تأويل الصفات، فإنه وقف على كلام المقري في منظومة المعروفة التي قال فيها بوجوب نقل الإجماع على وجوب تأويل الصفات، وقال هذا كذب ليس بصحيح، وتكلم عنه. الكتاب مجلد طبعا، أنا أيضا والله لا أدري الدار الناشرة هل أو لكن الظاهر توزع في دار الناشر المتميز أو دار النصيحة أو شيء من ذلك، كتاب مطبوع في مجلد. هذا أيضا ولدي مجلد لزوجتي الكريمة وهي دكتورة متخصصة في 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 العقيدة، أخرجت سبق أن عرضنا ترى لها بعض الكتب وفق الله، وهي أختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة عزيزة بن سعيد بن شاهر الصاعدي وفق الله، وهي في هذا جمعت 4 أبحاث محكمة في هذا المجلد، طبعت بعنوان مجموعة بحوث محكمة. هذه البحوث المحكمة 4، الأول بحث عنوانه دور الصحابة في إنكار المنكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نموذجا، والمقصود قصة عبد الله بن مسعود التي أخرجها الدارمي وغيره وصححها جماعة العلماء، وهي في إنكار على الجماعة اللي كانوا في المسجد حلقا وبين يديهم حصى ويرمونها بهذه الطريقة، وضحت هو جعلت هذا من إنكار المنكر، وكيف الصحابة كانوا من أوائل من أنكروا البدع، وأتت هو استخلصت أصولا من هذا الحديث بنى عليها أصول مهمة الصحابة راعوها في الباب وطريقة الإنكار. ليش اخترت عبد الله مسعود؟ تقول من هو من أرق الصحابة وأدينهم في مسألة الإنكار، ولهذا كيف اتخل معهم ولا طفى ومحاورة ومتكلم رضي الله عنه. الثاني بحث الثاني الردود العقلية على من طعن في صحبي خير البرية صلى الله عليه وسلم، وهذا مبحث لطيف التفاتة لطيفة، قالت إن الطعون في الصحابة هو طعن في الشريعة، المخالفون لنا أصلا لا يؤمنون بالكتاب والسنة، كيف تثبت أن الصحابة أهل عدالة، لأن الشريعة تقوم الآن على إثبات عدالتهم بالعقل بالأدلة العقلية، فهي جمعت، يقول أنا حتى تقوم مسبوق، فهي جمعت وأضافت ونقحت وزادت وشرحت الأدلة العقلية التي تثبت عدالة الصحابة وعدم التجريح فيها، وقصدت البحث وفقها الله. الثالث الدراسة الثالثة دراسة موجزة ومختصرة لكتاب شرح أصول الاعتقاد اعتقاد أهل السنة
الحافظ اللالكائي وهو إمام عظيم والكتاب من أوجع كتب أهل السنة والأثر في العقيدة. أرادت له دراسة مختصرة تقول ما درس دراسة التليق به، وهي أصلا الذي بعثها ترى أنها تعقبت المحقق في هذا، وهي ما يرضى على المحقق ولا على بعض الأشياء اللي ذكرها عن الحافظ اللالكائي في كتابه، وأما أنها انتقدت الطبعة وأنها مليئة بالأخطاء هذا كلام صحيح، وهذا من زمان نقول مشايخ ترى مثل يحتاج إلى إعادة طباعة من جديد وإلى إعادة تحقيق، وترى ليس هذا لوحده، وكان سبحان الله كان هناك مبادرة مشروع كبير جدا وهي إعادة تحقيق كتب الاعتقاد عند أهل السنة التي حتى لا تطبع تطبع على أصول على أصول علمية تحقيقية. سبحان الله، لكن يعني لأمر ما إلى ما قام المشروع. المقصود وفق الله، درست وبينت طبعا تكلمت على الحافظ اللالكائي على كتابه جملة ثم على كتابه تفصيلا منهجه في طريقته واستدلالاته بهذه الطريقة. الرابع والأخير عندنا جهود ابن القيم رحمه الله وأثر في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم من خلال كتابه هداية الحيارة، وهذا استخرجت منه طرائق أساليب وطرائق ابن القيم كيف دافع عن المسلم في جوابه عن النصارى. الكتاب الأبحاث كلها لأختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة الدكتورة عزيزة بن سعيد بن شاهر الصاعدي وفقها الله. هذا سلمك الله في دار نشر شيخنا؟ ما لا حتى هذا ما شفت، ما حصل دار نشر ما حدا ما شاء الله، هم هو يوم زوجة يطبعون في أماكن يطبعون أحساب الضار كده والله أعلم. هذا ولدي عبارة عن مجلة متخصصة محكمة معترف بها دوليا، متخصصة في دراسات السنة النبوية سواء من دراسات علم الإسناد، علم الرواية، علم الدراية، التحقيقات، انتقاد ما طبع من كتب السنة وشيء من ذلك، الأعمال، أي مكان مما يتعلق بالسنة النبوية. سبق أن صدر هذا العدد الأول في 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 عام 1439، كان هذا الأول عام 39، وأنا والحقيقة كنت أريد أن يعني أعلن عنها أو أبينها وأعرضها للجمهور حتى يلتفت إليها طلبة العلم المتخصصين بالذات، لكن الحقيقة الأخوة القائمين على المجلة ومن لقاء تريث حتى تخرج مجموعة كان في صدد إخراج كتب وشيء من ذلك. القصد سموها مجلة التراث النبوي، مجلة علمية نصف سنوية تعنى بمخطوطات السنة النبوية وعلومها وما يتصل بها من دراسات. طبعا هذا قائم على وقف السنة النبوي، إن شاء الله يبان وقف السنة والتراث النبوي هم الممولون والحاضنون لإخراج هذه المجلة. المجلة فيها لجنة استشارية، فيها هيئة استشارية، فيها قائمون عليها، وهي متخصصة في الأبحاث السنة النبوية. عندهم مثلا رواية ودراية، عندهم نقد، عندهم توثيق وتخريج، عندهم تحقيق وأشياء، وفيها لطائف جميلة جدا. وهذا المجلد الأول أو آسف العدد الأول، ثم الذي قال بين يدي حتى وصل حتى الآن المجلد هذا العاشر، هذا العدد العاشر عندي بين يدي في عام 43، هي طبعا كل 6 أشهر تخرج. أنا أظن 11 الذي عرفته أنه إن شاء الله في الطريق في الطباعة، وهي على نفس المنوال وفقهم الله، وهم كل ما لم يترقوا في بالأبحاث انتشار وشيء من ذلك. لكن الإخوة ترى يسألون عن مثل هذه المجلات أين يجدونها، ليتهم يكتبون كيف طريقة طلبها، إما رابط معين، إيميل، رقم، أي شيء. في الخلف شيخنا كأنه في روابط. ايوه صحيح؟ صادق، هذه الروابط. أيه. لحظة، هذه المراسلات وفي فيس وكذا. اي احسنت والله، وانا ادري هم ابحاثهم نشروها الكترونيا او لا، لكن جزاهم الله خير. هذا يا ولدي عندنا، هذا يعني شوف، هذه باحثه متخصصه في علوم اللغه العربيه، استوقفتها بيت شعر لواحده من قبيله هذيل اسمها جنوب الهذليه، هي تفتش في المعجم مثال العرب، قالت هذه جنوب لما مرت عليها أنه استدلوا بلسان أو بشعر، استدل أئمة اللغة أو المعاجم بهذا البيت لهذه المرأة، طيب خلنا نشوف هل جاء على لسانها شيء آخر من استشهاد، وإذا بها لم تجد لها إلا هذا البيت. لكن هي هذلية وهذيل حجة من قبائل العرب، نزل هناك كلمات كثيرة في القرآن والسنة على لغة هذيل أيضا، والشعر كثير في هذيل، وهم شعراء من أبو ذؤيب ومدري من كثير جدا. فهي سبحان الله هذا البيت هو اللي جعلها يعني سبحان الله تنبش الموضوع هذا البيت إن شاء الله تبانها. قالت شوف جنوب الهذلية، قالت وكل قوم وإن عزوا وإن كثروا يوما طريقهم في السرد أو في الشر دعبوب، وهي مدى الدعبة دعبوب، فهي هذا البيت الوحيد اللي لها، ومع ذلك احتجوا بيتخيل بيت واحد. هذا جعلها تقوم تجمع ما لهذيل في لسان العرب من الكلمات والألفاظ والمعاني والأدلة التي ساقها أئمة اللغة أو لسان العرب. طبعا لسان العرب تفهم مجموع، في هو يحتضن مجموع معاجم
من سبق قبله وذكره في المقدمة رحمه الله. فجمعت هذا المعجم سمته معجم قبيلة هذيل اللغوي لأختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة الدكتورة هناء محمد خلف الشلول وفقها الله، ورتبت الكلمات على الحروف، طبعا حروف اللي هي الحروف الهجائية كما ترى مثلا حرف باب الضاد وانت ماشي ياتيك الكلمة هي كله. أنا أشوف مثلا تأتي هذه الكلمة ماذا شوف هذا، وهذا من هذيل شاعر من هذيل فكذا، وقال الهذلي كذا كذا الكلمة، هذه لغة في هذيل هذه معناها عند هذيل، كل ما كان من قلم هذيل في لسان العرب جردته بالكامل وأخرجته في هذا المجلد الذي هو من إصدارات زاد ناشرون وموزعون بالأردن. طبعا زاد مش حقتنا هذه القناة، وفق الله. هذا سلمك الله بحث الحقيقة ولدي، بحث لطيف يعني، أصلا صاحبه يعني عارف الواحد يحب المحرشة الله خير، نحن نمثل عليه بالخير الشيخ تركي بن ماطر الغنامي. أنا جلست معه معرض الكتابة ولدي، ما شاء الله كلامه جلسة حافلة وكلامه ممتع، وهو يتصيد الأبحاث اللي هي محل إشكال، اللي يرى أن أحيانا مدلولاتها في أول ما أطلقت صارت إلى مدلولات أخرى في على أزمنة يعني متعاقبة، الحقبة المتعاقبة زالت المعنى أخرجته عن معنى أي مكان. هو يلتفت مثل هذه القضايا، هذا أحد الأبحاث عنده يقول المشكلة عندنا لفظة الأعراب، الأعراب صار لها إطلاق إذا تبادل الذهن إيش ينظر للأعراب، إنه هذا البدو الجفاه المدرمين والكلام هذا. هو يقول هذه ترى نظرة شعوبية، يقول الشعوبيين صاروا من كرههم للعرب عموما صاروا يطلقون عليهم عربا وأعرابا، بس دخلوا من طريق الأعراب لأنه وارد ذمهم أصلا، أشد كفرهم ورفاقه ويجر الإعلام حدود ما أنزل على رسول، وضحت الآن، فهم دخلوا من هذا الطريق لكن أرادوا بها دم العرب أصلا. هي المشكلة يقول بعد ذلك، يقول في عند عامة الناس التصقت مسة الأعراب بالبدو وأنه البدو هم المقصودين يعني، قال وليس الأمر كذلك، البدو شيء والأعراب شيء آخر، البدو أصلا محل ممدحة وليس محل ذم، والعرب كانت العربي كان يفتخر ببداوته، أليس أهل الحواضر العربية كانوا يخرجون أبنائهم للبادية حتى يرضعون بلبانهم ويأخذون أخلاقهم ويتعلمون لسانهم، صح ولا لا؟ هذا يدل على أنه هذاك المكان أفضل طلب من الحواضر كان، كيف يذمون أهل البادية؟ فالقصد يقول هو تتبح الآن، شوف تاريخي، شو هذه الأبحاث اللي هي تتبع استقراء، تتبع تاريخي من أين ظهر إلصاق البداوة بالأعراب ومن أين حصل إلصاقهم بعد ذلك بالعرب، وضحت الفكرة؟ فتتبح يقول لم ترد لفظ الأعراب، وردت في القرآن 10 مرات كلها في صور مدنية، لا يعرف في مكة في شيء أن لفظ الأعراب استعملت. طيب استعملت على جهة أيضا هذه اللفظة، صار لها في بعض المواطن دم، يقول حتى عند المفسرين وشيء، وأول من دخل بها ومن أول من أتى حرمها، يقول صار لها هذه اللفظة تدرج في الجاهلية كانت تطلق كيف ثم كيف دخلت، صار لها مدلول شرعي، قال مثل مدلول الأنصار والمهاجرين صار عندنا أعراب، وضحت الفكرة؟ يقول هذا صار المدلول الشرعي ليس معناها البدو، بل هناك طائفة خاصة هم جاء فيهم الذم هذه فقط، لا عموم العرب. وبدأ يتتبع أشياء قضايا، سمى كتابه نزع لثام الأعرابية طبعا الكتاب يدل لك على كأنه كتب في نزع الحجاب ليس كذلك، مقصود بالأعرابية لفظة الأعرابية نزع اللثام، يعني كشف المعنى الحقيقي لها المراد حتى تعرف معناها الشرعي من معناها اللغوي. شوف بحث في تحرير معنى الأعراب في اللغة والأدب والشرع لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ تركي بن ماطر الغنامي وفقه الله، وكتاب لطيف حافل. هذا قسم الكتاب إلى فصلين، الفصل الأول إن شاء الله يبال الإخوة، جعله خاص بكلمة الأعراب بين المعاجم اللغوية ولغة الفصحاء، كيف تداولها العرب وكيف والنحاة وكيف ومن أين دخل الخلل في فهم معناها ومن قال وشراح الشعر والشعراء كيف استعملوا الكلمة هذه، كلام رائع جدا. الفصل الثاني غياب المعنى الشرعي للأعراب وبعض الآثار المترتبة على هذا الغياب وماذا ترتب عنهم، وبدأ يتكلم عند المفسرين عند المحدثين عند كذا وما ترتب عليه وفقه الله، ثم وقف أخيرا عند النص للأزهري في التهذيب وبين معنى الكتاب حافل بالتتبع التاريخي لهذه القضية، والكتاب من إصدارات أنا والله ما أدري حتى من أي إصدارات، ماني شايف دار ناشر لها لكن لعله الطابع الناشر هو نفسه المؤلف وفقه الله. جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، والشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال،
فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.